بنوصل لنهاية فقرتنا النهاردة، ودي آخر فقرة معنا، ومنورنا في الاستوديو عبد الرحمن الفائز بجائزة النهار نيوز. مساء الخير. ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. علي صوتك شوية. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. اسمك عبد الرحمن إيه؟ عبد الرحمن محمد. عبد الرحمن محمد، عندك كام سنة؟ 15. في سنة كام؟ تاني إعدادي. واشتركت إزاي في المسابقة؟ أنا كنت متابع البرنامج. متابع البرنامج؟ كل يوم؟ كل يوم؟ ماشي. كلمت كتير، اشتركت كتير. وكلموك قالوا لك انك فزت، وكسبت ايه بقى؟ تيشيرت فيورنتينا. ممكن نشوفه؟ مبروك عليك يا عبد الرحمن. بتحب محمد صلاح طبعا؟ طبعا. كل مصر بتحبه. قولي انت بتشجع مين بقى؟ محليا؟ اهلي. الاهلي. وايه رايك في فتحي مبروك في اولى تجاربه؟ معلم. طب وايه رايك في خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق؟ مبسوط انه مشي؟ مش قوي. يعني كنت محتاجه يقعد اكتر من كده يعني؟ لا. امال ايه؟ يعني كنا عايزين نديله فرصه. لغايه امتى يعني؟ لغايه ما يضيع الدوري. لغايه ما يضيع الدوري خالص. ليه انت شايف ان هو كده كده ضايع مثلا؟ لا، انا شايف ان دوري الاهلي. دوري للاهلي. بس لما فتحي مبروك ليا عرفت ان دوري الاهلي. تمام، يعني انت متفائل دلوقتي كاهلاوي؟ ان شاء الله. طيب الحمد لله. ومين بقى عالميا بتشجعه؟ ريال مدريد. بتحب مين اكتر لاعب كره؟ كريستيانو. ومين تاني؟ رونالدينيو. اوكي، بس كده؟ محمد صلاح. طيب قولي انت بتلعب رياضه؟ انا كنت بلعب زمان. كنت بتلعب رياضه زمان؟ ايه بقى؟ كوره؟ كوره. ودلوقتي ما بتلعبش كوره مع صحابك؟ بلاي ستيشن بس؟ بلاي ستيشن بس. كويس، الناس كلها بدلت الكوره الحقيقيه بالبلاي ستيشن. طيب احنا دلوقتي هنروح نشوف فقره السوشيال ميديا اللي بنتكلم فيها بقى عن نجوم كره القدم سواء المحليين او العالميين وارائهم في اللي بيحصل في الساحه الرياضيه. وهنبتديها دلوقتي يا ساره مع عماد متعب. عمل بوست للصورة على الفيسبوك الخاص بي وكتب ذكرى رحيل المايسترو صالح سليم، الرجل الذي وضع الأهلي فوق الجميع. وده طبعا في الذكرى 13 لرحيل المايسترو صالح سليم الأيقونة الحمراء. ونروح لميسي، ليونيل ميسي. بعد فوزه امبارح 3-0 امام بايرن ميونخ في الشامبيونز ليج، كتب عبر الفيسبوك بيج بتاعته: We got a good result but we haven't achieved anything yet. There are still 90 minutes left and it will be tough in Munich. We need to be ready for it. ده طبعا بيقول ان امبارح كانت النتيجة كويسة جدا بس احنا لسه ما حققناش اي حاجة، لسه في 90 دقيقة، و90 دقيقة دول مش سهلين ومحتاجين ان احنا نستعد ليهم. وبعد كده هنروح لأبو تريكا. أبو تريكا بيغازل ميسي، بيقول إنه السحر ميسي. وبنرجع مرة تانية ولسه منورنا في الاستوديو الفائز بجائزة النهار نيوز عبد الرحمن. عبد الرحمن قولي بقى، مش عايز تسلم على حد من صحابك؟ أنا عايز طبعا. طب قول، عايز تسلم على مين؟ احمد سليم ويوسف. دول صحابك منين؟ هو يوسف من المدرسه واحمد سليم ده اخويا الكبير. اوكي. وفي احمد امين. واحد اسمه كده عبد الله الجن. الجن. الجن منين بقى؟ المدرسه ولا من اصحابك من الشارع؟ من المدرسه. من المدرسه، تانية اعدادي برضه. طب ليه سميتوه الجن؟ اسمه محمد رمضان. ماشي، اذا كان كده اوكي. طيب